والآن موعدنا مع شباك أصفر وأبرز الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة مع الزميل إقبال تليلي. مساء الخير إقبال. مساء النور. الحمد لله على السلامة. شكرا. كيف تونس؟ مليحة. سلم عليك. انتخبت وكله تمام ورجعت؟ وغطينا الانتخابات. طيب الحمد لله على السلامة. شكرا. شو عنا اليوم أكاذيب؟ نبدأ طبعا بتونس ووفاة الدكتاتور الأسبق لم أمين يموت؟ العام. لا، هو الخبر مؤكد أنه توفي الأسبوع الماضي في المملكة العربية السعودية، ولكن تداول مستخدم فيسبوك صورة أدعى ناشروها أنها تظهر جنازة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي توفي يوم الخميس الماضي في السعودية. يظهر في الصورة جثمان مسجى بغطاء أخضر وإمام يؤدي الصلاة محاطا بجمع من الرجال يرتدون أزياء خليجية. حظيت هذه الصورة بأكثر من 8000 مشاركة على حسابين باسم نسرين بن علي، وهي ابنة بن علي من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي. الصورة نالت أكثر من 1000 المشاركات عبر عشرات الصفحات الأخرى على موقعي فيسبوك وتويتر، ونشرتها حتى مواقع تونسية على أنها تعود لجنازة بن علي مثل الجمهورية أو موقع بيزنس نيوز التي حذفت هذا الخبر. نعم، ولكن الصورة قديمة وهي تعود إلى العام 2016، وهي لصلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبد العزيز في الحرم المكي مثلما جاء في صحيفة الرياض السعودية التي نراها على الشاشة بتاريخ 4 فبراير من العام 2016. لكن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دفن يوم السبت في مقبرة في المدينة المنورة وليس في مكة مثل ما جاء في الأخبار الزائفة عن هذا الخبر. نرى في هذا الفيديو أقاربه مثل سليم شيبوب الرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي أو مغني الراب التونسي وهو زوج نسرين بن علي التي أدعت صفحات أنها نشرت الصورة لوالدها في الحرم المكي. نعم، هن ماتوا دفعة واحدة، حرام يعني الرئيس المخلوع والرئيس السابق وزوجته بالضبط، كله يعني ماتوا بظرف كم شهر. بالضبط، يعني هو موسم موسم الأموات الوفاة. بالضبط. طيب الخبر الثاني، نبقى في الرؤساء السابقين، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يزيل الستار عن لوحة للرئيس العراقي السابق صدام حسين. نشاهد. Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. دهشة كبيرة لدى الحاضرين في هذا الحفل في أمريكا. الكثير من المستخدمين كتبوا الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية يرفع الستار عن صورة كبيرة للشهيد البطل صدام حسين اعترافا ضمنيا بالخطأ الكارثي الذي ارتكبته في حق العراق والعراقيين في احتلالهم للعراق لبلاد الرافدين. يعني إن كان هو خطأ فهو فعلا خطأ، وليس ولكن لا أعتقد أن الرئيس أوباما سيكرم صدام حسين. في الحقيقة هذا الفيديو الأصلي يعود إلى العام 2018 حين ضمت مؤسسة سميثسونيان بالضبط الأمريكية لوحة تصور باراك أوباما وليس صدام حسين إلى المجموعة التي تملكها. اللوحة بريشة الرسام كيهندي وايدي وعرضت في معرض صور رؤساء الولايات المتحدة في المؤسسة. نشاهد الفيديو الأصلي. أخيرا تداول مستخدم شبكات التواصل الاجتماعي صورة لتمثال يجسد النجم المصري لفريق ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول تظهر هذه الصورة مدرجا يعلوه تمثال لمحمد صلاح، وعلى قاعدته علقت لوحة تحمل اسم هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين مكتوبا بالأحرف اللاتينية محمد صلاح أنت معنا في هذه الصورة. المنشور رفق بتعليق يؤكد أنه أول لاعب مصري عربي إفريقي وفي العالم كله يتم عمل تمثيل له في إنجلترا، يعني هذا شيء عظيم. يعني ضروري تكذب لنا الخبر أنت كمان، بيستاهل على كل حال. هو يعني يستاهل الكثير ولكن لا أعتقد أن هناك تمثال لمحمد صلاح هنا في إنجلترا. الصورة الحقيقية هي لنصب ويلينغتون، وهو نصب على شكل مسلة أقيم في منتزه فينيكس في العاصمة الإيرلندية دبلن، تكريما لانتصارات قائد عسكري وسياسي بريطاني من أصل إيرلندي. يعني هذه المسلة هي الأعلى في أوروبا، يبلغ طولها 62 مترا وتم تشييدها في القرن الماضي، وركبت صورة محمد صلاح بتقنية الفوتوشوب أو أي تقنية مشابهة مكان هذا النصب التاريخي لتكريم القائد العسكري البريطاني. إيه بس يستحق، حسيتك ما كثير موافق. هو يستحق كل التكريم. إيه بس أنت مع مثل ما يقول العديد من المعلقين، أنت مع ليفربول فخر العرب يعني. عم تبالغ هلا. أنت مع ليفربول، مين بتشجع من المنتخبات؟ أنا بشجع المنتخب التونسي. غير التونسي هون، ما أنت عايش هون هلا، مين بتشجع هون؟ أنا على نفس المسافة من الجميع، ولكن طبعا بشجع محمد صلاح فهو فخر العرب. فظيع إقبال، يعني ما بتنمسك إنه فيك تقول مين بتشجع وخلص، خليك عم تشجع تونس. شكرا كثير إقبال. شكرا لك.